مسعود يا رجل. يا استاذ احنا مالناش ذنب، وبعدين هروح رجلي ليه بس؟ احنا ورانا عيال عظيم ربيها. انا شاهد، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة انا شاهد، كان غصب عنك. يعني يا ابني عشان ما توديش نفسك في داهية. خلاص. ما بقاش ينفع. ولا حتى الشهادة بتاعتك تنفع. الحكومة ما تعرفش حاجة اسمها غزل عني. خلاص. وإن شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقة؟ أنت تهرس خالص! أنت السبب في البلوى دي. السجن ولا مشنقة؟ الحكاية دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم؟ ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض، انا معاك مش عليك. اذا كنت طهقان قراب انا طهقان 24. سبحان الله غير الاحوال. قصر في الكلام، عايزين كمان كم واحده زي دي. وعزه الله ما فيه ولا واحده الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني عشان تنزل وما تعودش تاني. فوت فوت. حصرت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة عتبقى ولا نار جهنم. اسمع يا بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد افندي، انت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة. ده انت يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقولك ايه، حرص قوي، خلي بالك على الاخر، اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه. ها الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. هو مكانك ولا خطوه زياده. انت مين، عدو ولا حبيب؟ حبيب ثلاثة بالله العظيم حبيب، انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجة تنكد على الباشا سيادة اللواء انا فيها جوه. مين يا موتى والله؟ انت عايز تشتغل مع انهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر؟ ما المتجمع مليان لواءات زي الفل، ما التقتش الا ديه وتقع معاه. ده انت معاك حق تعمل اي حاجة. سلموا سلاح علي ضنه. تعال خد لك موقع، احمي المؤخرة. وفين المؤخرة دي سيادة؟
المؤخرة أكيد ورا. يلا. أنا نازلة هربانة من الـ13، بعيد عنك بوليس الآداب قبضوا عليا الظلم. قال إيه؟ أنا عضوة في شبكة، ده أنا أموت أموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ إيه؟ متطوعات. ده حلاوة قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فين؟ برضه انت يا مغفل في اوروبا والدول المتقدمه فين؟ بجد فين؟ اي معلومات اي حاجة؟ طب سمعونا صلاة النبي. ماما، نلتقي عندما يلتقي كل الناس في الاخرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك سمير بسيوني. عشاني؟ مين فاتن عليا؟ مين اللي فاتن عليا؟ مفيش اي قوة في الارض تقدر تمنعني من الانتحار. مفيش اي قوة تمنعني من ان انتحر. انتحر يعني هنتحر. هنتحر يعني هنتحر. مفيش اي قوة على الارض تقدر تمنعني من الانتحار. هنتحر. مين واحد من الارهابيين يا معالي باشا؟ لا ده واحد عايز ينتحر، مش من الارهابيين. عايز ينتحر عشان مراته مركدة عليه عيشته. ننقذه يا فندم؟ ننقذ نفسنا احنا يا سيادة اللواء. ما ينتحر ولا يروح في 60 داهية. ما تشوفوا لي طريقة اتصل بيها بالجماعة دول اعرف ميتهم ايه. يا سيادة الوزير، أنا عندي خطة للهجوم. مفيش هجوم من غير ضحايا يا سيادة اللواء. أنا من رأيي نبدأ بالحوار أحسن. مين هنا؟ لا يا دفعة، أصلي بدور على النضارة بتاعتي، أصلها وقعت مني في وسط الزحمة ومش لاقيها. عندي صداع. لقيت؟ سليمة ولا كسر؟ سليم. كتر خيرك يا دفعة.
هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده سعادتك؟ اي حاجة تحصل كويسة، حلوة وحشة مش مهم، المصيبة ان مفيش حاجة بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ انت اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا لا خايف ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل أكتر من اللي حصل لني؟ اسمع يا هلال، افرض اللي احنا لقينا نفسنا فجأة في وسط بحر غويط، هنعمل ايه؟ هنضبش. اديك انت قلتها، هنضبش. احنا هنضبش، يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا يا اما نغرق، مفيش حل تالت. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ مجمع. ايه ده بجد؟ اه بجد. انا اعرفك، انا اللي كنت بفرق فلوس في الاسانسير. اصل كنت طالع فوق السطوح ارمي نفسي. الموت من فوق السطوح حرام، لكن الموت مع حضرتك حلال، موت شرعي. موت ايه يا سيد؟ انت هتفاول علينا ليه؟ الله، انت خايف ليه؟ ده البنادق الالي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب اموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي، خلاص ميرسي جدا، متشكر. يا نهار اسود 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 يا مجال. ردي على التليفون. الو، مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا نمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو، انا وزير الداخليه. ايه؟ وزير ايه؟ وزير الداخليه؟ طب ونعرف ازاي انك انت وزير الداخليه؟ مش يمكن حد تاني؟ لا انت حد تاني. حد تاني ازاي؟ معقول ما تكونيش عارفه صوتي؟ اعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض اخد وعطا، عشان اول ما تقول لي الو اعرف صوتك. اعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست، انت اللي بيكلمك وزير الداخليه، وبحكم منصبي بسالك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخليه، احلف يا ستي. انا وزير الداخليه من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبه، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سيادة الوزير، الدور كله متلغم بأنابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك، اي مغامرة طايشة هيولعها في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ هم كم نفر يا بنتي؟ اعرف ازاي بس يا سيادة الوزير، اذا كان المدفع الرشاش في صرصور ودني. خلاص يا بنتي خلاص، انت تفهميهم ان الوزير عايز يتفاهم معاهم، والتفاهم مفيش احسن منه. احنا يهمنا مصلحة الجميع، ارهابيين ورعاين كمان. سيادة الوزير عايز يكلمك شخصيا. يكلمني انا؟ اه. لا انا ما اكلمش في التليفون. حاضر. عايز يكلمني يبقى من خلال جهاز لاسلكي. ها؟ حاضر. اصل التليفون هيأيد حركتي، انما جهاز لاسلكي ممكن اتكلم فيه وانا في وسط الناس، حركتي تبقى حره. ها؟ صح، حاضر. يبعتوا الجهاز
مع طفل صغير يعني 5 سنين 4 سنين. حاضر، في أي حاجة تانية؟ لا. حاضر. إيه؟ أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده، مش هقدر أستحمل. إهدي يا مدام، إهدي واستحملي. إيه حسيبني؟ عن إذنك يا أستاذ، أنا ماشي. راح فين؟ أنا واخدة إذن بالانصراف بدري ساعتين. أيوة، أنا اللي اديتها الإذن. إيه عشان لا مؤاخذة بردع. بتردعي؟ أنت شكل واحدة بتردع. وبعدين كلام الحكومة مشيش علينا هنا، عادي. في أوروبا والدول المتقدمة بردع صناعي. مغشوش وغالي.